وسؤال لكل مهموم: هل الله يراك وأنت تئن؟ يراك وأنت مكروب؟ يرى الدمعة في عينك؟ يرى الألم في قلبك؟ يرى الدنيا تعصف بك؟ يراها كلما ذهبت في طريق فالشوك بين يديك؟ يرى هذه الكرب ويسمع تلك الآهات والأنين؟ نعم، بلى هو يراها. هل هو قادر على أن يجليها عنك؟ قادر أن يزيلها عنك؟ قادر أن يبدل الحزن فرحا، والضيق سعة، والفقر غنى، والمرض عافية؟ ولا ما يستطيع؟ هو قادر. لو أن مؤمنا ظن أو شك أن الله لا قدرة له في تفريج همه لمرق من الدين. طيب، دامك تعرفه، فلماذا تضيق الدنيا بما رحبت عليك؟ ولماذا يقنطك الشيطان من مناجاته؟ ولماذا تجلس على سواحل الهم والغم تبكي؟ تغزل الماء، شفت الماء يغزل؟ بعض الناس جالس يغزل ماء. مسكين هذا الذي ما فهم الحياة بعد. الله من عرفه والله لا تضيق به الدنيا. حبيبكم عليه الصلاة والسلام، انظروا في حياته كلها منذ أن بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، كل الآلام مرت عليه، كل الأحزان رآها، كسرت رباعيته، دخلت تلك حلقات المغفر في وجنتيه، شج رأسه بأبيه وأمي، مات أبناؤه إلا فاطمة، أخرج من بلده، طرد وبرضخت قدمه، بصق في وجهه، خنق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان راض عن الله يعيش السعادة كلها. قد هنأ بمعرفته بالله. إن الألم يستعذبه الإنسان إذا عرف الله، والله إن الآلام تكون كالعسل. وفي واحد يتبسم وهو يعذب، هذا بلال رضي الله عنه، يكسر على صدره الحجر ويقول أحد أحد، فيزيل التوحيد آلامه وعرقه والشمس والظهيرة، وهذا الألم الذي على صدره ينتهي كله لأنه عرف الأحد وصمد إلى الفرد الصمد. فسبحان الله، يجعل المعذب يبتسم، نعم، ويجعل الآلام آمال، نعم، ويجعل المحن منح، إنه الله. سؤال: كم ذنب أذنبناه فسبب الغم في حياتنا؟ إذا كان ذنب آدم عليه الصلاة والسلام أنه أكل من الشجرة فخرج من الجنة، كم من ذنب أخرجنا من الجنة؟ في جنة في الدنيا. ومن الجنان أنك ترضى على الرحمن، لماذا فلان يموت ابن وابن 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 ولا زال مبتسما مسترجعا راضيا بقضاء الله، وأنت يوم صدمة السيارة طاش العقل وكدت أن تخرج من الدين، ولما قطعت قدمك لا اعتقدت أن الله أراد بك سوءا ما أراد بك خيرا. لماذا هذا يبتلى ويرضى وذاك ما يأتيه إلا قليل من الابتلاء ويجزع؟ هناك ذنوب تسبب الغم. لما خرج آدم من الجنة بذنب، عندما ألقي في البحر ذي النون بذنب، لأنه ما صبر حتى يوحي الله إليه أيخرج من نينوى أم يبقى. لذلك يا أيها المغموم، فتش في سجلات حياتك، في ذنب أنا وأنت أنا ما أدري عنه، وذنبي أنا أنت ما تدري عنه، لكن والله أننا نعلم من أين أتينا. كثير من بعض الناس لديه ذنوب زلزلت السكينة في حياته. أعطيك مثال ولا تغضب. واحد جالس معنا الآن قاطع رحم، واحد الآن معنا قاطع رحم، أخته، أخوه، ابن أخيه، ابن أخته، عم، ابن عم، عمه، ابن عمه، خال، ابن خال، كل الأرحام، واحد من الأرحام تقطعه بغير حق يقطعك الله. ومن قطيعة الله ومن قطع الله لك أن يسلب السكينة من قلبك، لأن صاحب القطيعة معرض بلع أن يلعنه الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله؟ واحد متعرض لعنة الله، ألا تصيبه الهموم والأحزان والغم يسكن قلبه؟ بلى والله. يتسلط عليه ابنه، ابنته، بيته، زوجته، ماله، هو السبب. ذنب لنبي وقاس الآلام في جوف البحر،
وهو في جوف بحر في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة الحوت، بطن الحوت. فلما أنه علم أن الله أوحى للحوت ألا يكسر له عظما ولا أن يؤذي له جلدا، علم أنه الابتلاء، انشغل بماذا؟ انشغل بالتسبيح: يا الله من فضلك، مفتاح الفرج، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الكلمة التي هي مفتاح الجنة، التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، أعظم كلمة قيلت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، الكلمة التي من لو وزنت السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت بها لرجحت بهن لا إله إلا الله، ثم سبحه ونزهه، ثم بعد ذلك اعترف بذنبه. هذا الأنين في جوف البحر سمعه الله: يا مهموم يا مغموم، والله إن الذي سمع ذنون يسمع أنينك، لكن طالبك طلبة أحب خشمك، تخلص من الذنب الذي أوجب الذنب الآخر والهم الذي سبب دخول قلبك، تخلص من هذا الذنب. ذنوب في الخلوات، مقارعة للذنوب والسيئات، قطيعة لمن أمر الله أن يوصل، كل واحد أكل للحرام، سماع للحرام، إلى غير ذلك، ترك للفرائض. ولذلك أيها الأحباب، أحد السادة التابعين عندما سجن في حق من الحقوق قال: أذكر سببا لهذا الذنب والابتلاء؟ قلت عن رجل إنه رجل سوء من 40 عام. الله المستعان، أن نقول هذه من 40 دقيقة، الله يجزاك خير. من 40 عام أساء الظن في مسلم، وبعضهم قال: حرمت الدمعة لأني رأيت عينا تدمع لمسلم يدمع، فقلت: ليس هذا لله. راح يتدخل في القلوب وبدأ يتهم النيات، فحرمه الله السكينة والدمعة والخشية. إذن إذا توافرت وتضافرت الذنوب على المؤمن فإن مكانها الغموم ومكانها الهموم. ولذلك كل ذنب اقترفه العبد فإنما هو يجعل بقع في حياته سوداء، ويجعل بقع في حياته ممرضة له، يرحل معها السكينة والعافية، عد إلى الله. وأحيانا يقول شخص: طيب أنا لا أذكر ذنبا ولكن الحزن في قلبي. الحزن المرضي الذي يقعدك هذا عقوبة، أما إذا كان الله يأخذ منك وأنت تطيعه فاعلم أنه أحبك، فإنه إذا أحب عبده ابتلاه، إذا أحب عبده أصاب منه، أصاب منه. ولذلك الأنبياء ابتلاء الناس على قدر إيمانهم، الأمثل فالأمثل. لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس بلاءً.